كل شيء إذا وصل إلى حده وزاد انتهى. إن شاء الله. فأيجي جديد. فلازم من إنسان يعتبر، يعتبر من أخيه، يعتبر من قبائله، من عشائره، يعتبر من جيرانه، يعتبر من الحوادث والظروف اللي تمر بالإنسان. الإنسان ما بدايم صاحي، الإنسان بين صحة وبين مرض وبين موت، النهاية يعني ما يصير. فالإنسان لما يعرف هذا يرجع إلى العدالة. واجب عليه كل ما كان إنسان الله عظمه وكبره وسلطه على الأرض وعلى العالم، يجب أنه والله يستعين بالرؤية وبالأخبار وبالتاريخ وباللي مضوا قدامه، يستعين بهم. ثم وقبل هذا يستعين بالقرآن، يستعين بكلام الله، كلام الله اللي موجود. أن الله سبحانه وتعالى لا يسلط على عباده اللي خلقهم برادته وبقدرته، ما يسلط عليهم من لا يواليهم ومن لا يرحمهم ومن لا ينظر إلى وضعهم.